احنا هنا من يوم الثلاث جو هدوا علينا القوات بتاعتنا وقالوا لنا وعدونا ان هيدونا شقق، ما خدناش شقق، وسلموا الناس الاغنياء الناس اللي عندهم بضل العمارة اتنين ها، واحنا مرمين كده من يوم الثلاث في الشارع وترمينا في الشارع ونتكلم كلنا بحس واحد ها، عشان احنا مرمين ولا حمام ولا اي حاجه. والنهارده رئيس الحي طلب ناس معينه تبعه الورق، وهم عند رئيس الحي دلوقتي في المطريه، طلب ناس معينه خد منهم ورقهم، ورقنا احنا اترفض زي الورق الاولاني. انا معناه كده ان احنا نترمي في الشارع. رفضوا لي؟ قالوا لكم ايه؟ رفضوا لي رفضوا، بعتوا ناس دلوقتي قالوا ورق اترفض، ورق بهنا عبد الفتاح اترفض لسه جاي دلوقتي، ورق الناس الغلابه اللي قاعدين على عشب اترفض، وخد الناس اللي لهم كلمه عشان الناس دي غلابه. ما قالوش رفضوا لا قالوا رفضنا. ما قالوش ليه يعني؟ لا ما قالوش ليه، ما قالوش ليه. وجت حقوق الانسان هنا معانا ومضنا على ورق واحنا ما نعرفش الورق، رموا الورق في الشارع، ما نعرفش الورق كله، الورق راح رموه في الشارع. ما نعرفش الورق بتاعنا ده رموه ليه. تمام. دلوقتي لسه في ناس احنا عارفينها واحد واحد عند رئيس الحي، بس علينا وعلى اي حد عشان احنا ما نشرطش بعيالهم. انا معايا 7 عيال ما نشرطش بهم ابدا، عليا وعلى اي حد سوى حكومه سوى اي حد. لازم نصل لحل ازاي ياخدوا ناس خدوا صحبات البيوت صحبات الاملاك، اقل واحد عنده عماره واتنين، ورمى الناس اللي كانت واخده اوض مرميين الناس دي كلها بالشرطه في الشارع. فكده احنا مش هنسكت، هيموتونا نموت مش مشكله، مش هسكت على حق. انتوا حاولتوا تتحركوا لحد في الحكومه اعلى من الحي؟ قلنا امبارح، قلنا امبارح الحكومه كلها، قلنا امبارح قالوا لكم ايه بقى؟ قالوا لنا فضوا المكان، اخلوا المكان، عشان كده المكان احنا عايزينه، وفضوا اخلوا المكان. قلنا لهم لا، وقفنا كلنا يد واحده، قلنا المكان مش هنمشي منه، هنمشي لا ترجعوا لنا القوط بتاعتنا لا تشوفوا لنا شقق. راحوا ضحكوا علينا، وجه رئيس الحي لم منا الورق، وراح لم بعت واحد لم منا الورق، والواحد احنا هنا مسجلين له، بس الراجل اللي احنا مسجلين له الراجل اللي معاه التليفون مش موجود، سجل له اللي هو قاله. وراح وقال الورق بتاعكم كله انا عايزينه، بعد ما عمل اللي عملوه كانوا يخشوا علينا يضربونا. فاحنا وقفنا بقدره ربنا، هو ربنا اللي معانا، وقفنا ورحنا واقفين، وقفنا كلنا يد واحده. جابوا لكم هنا يعني قوه يعني معانا؟ ايوه قوه كلها مصوره على الجيش وكل احنا مش ارهابيين. احنا مش ارهابيين، احنا مسلمين وموحدين بالله، احنا عايزين حقنا، احنا ناس بتعمل في الشارع. امال الدستور اتعمل ليه؟ الدستور اتعمل ليه؟ الدستور اتعمل عشان ايه؟ مش عشان الشعب وعشان الناس الغلابة دي، ولا الدستور اتعمل عشان رجال الأعمال والناس اللي بتبيع مخدرات والكلام ده؟ اتعمل عشان الغلابة. فدلوقتي كده بعد ما خد الورق بتاعنا مسك وهو ماشي وخلاص، والورق بتاعكم أنا هسلمه، وهو ماشي راح رامي الورق بتاعنا في الزبالة. رحنا ولينا جبنا الورق بتاعنا من الزبالة. فدلوقتي في ناس عند رئيس الحي دلوقتي في المطرية، وأنا عارفاهم واحد واحد، سلمهم هم الشقق وما ضلهم على الورق دلوقتي، وورقنا احنا اترفض. قال له فلانه وفلانه وفلانه والناس معايا. ايوه الورق اترفض، وكان في ناس تخصني معاهم، جه قال لي يا ماما الورق اترفض، الورق اترفض، والورق وهو رئيس الحي قاعد معاهم، والناس اللي ودى الورق جايين في الطريق، بس احنا علينا وعلى اي حد عشان احنا ناس غلابه، وهنبقى يد واحده ومش هنسكت. حتى اللي خدوا شقق لو هتصل ان احنا نروح لهم في مكانهم مش هنسيب اي حد، عشان احنا ناس غلابه ما نشرطش بعيالنا. احنا مش عارفين نجوز بناتنا، مفيش شغل. انا ببيع شويه عيش ومعايا 7 عيال، اكلهم منين؟ اجيب منين 7 عيال؟ اجيب منين؟ عايز اجوز بناتي مش عارف اجوزهم، اجوز صبيان مش عارف اجوز اي حد. فعايشين بقدره ربنا مش بقدره حد، هو ربنا اللي متكفل بينا. فكده انا لا هسكت لرئيس الحي ولا لاي حد، اموت مش احسن من الناس اللي ماتت.